مرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم النفس والرياضة. اليوم حكلمكم عن الشخصية القلقة. ما هي الشخصية القلقة في البيئة الرياضية؟ ربما اللاعب، ربما المدرب، ربما حتى مدير النادي يكون سمات الشخصية القلقة عنده. ولذلك إن كان عنده سمات الشخصية القلقة أي واحد من هؤلاء، يجب عليك أن تتقن فن التعامل معه. وإن كانت عندك أنت سمات الشخصية القلقة، فعليك أن تتقن التعامل مع نفسك قبل أن تتقن التعامل مع الآخرين. ما هي الشخصية القلقة؟ أو ما يسميها بعض الناس الشخصية الحساسة. الشخصية القلقة يكون الإنسان عنده صفة الحساسية الشديدة جدا، سريع التوتر ذلك الإنسان، عنده تخوف من المستقبل مبالغ فيه، ذلك الإنسان يخاف من الخطأ أيما خوف، وعنده درجة عالية من التردد، ولذلك يخاف من اتخاذ القرارات. لماذا؟ لأنه ربما يخطئ فيخاف من الخطأ جدا. ذلك الإنسان مثالي جدا، ولذلك لا يرضى بماذا؟ بالنجاحات اليسيرة. ربما فيه تحفيز عالي، فسقف توقعاته عالية جدا، فإذا كان مدربا ربما أثقل اللاعبين بالتدريب. لماذا؟ لأن طلباته عالية، ولذلك على ذلك المدرب أن يفهم نفسه. عنده الضمير الحي جدا، ولذلك ربما ينتقد نفسه وغيره انتقادا كبيرا. بخيل بعض الشيء، عنده درجة من الحرص عالية، ولذلك ربما إذا كان رئيسا للنادي لا يصرف على ذلك النادي بالدرجة الكافية. لماذا؟ بسبب بخله بعض الشيء، وبسبب ضميره الحي جدا. حتى لو لم يكن يصلي ذلك الإنسان، لكن عنده ضمير حي جدا. فالنفس اللوامة عنده، اجتماعية كانت أو نفس اللوامة دينية أو غيرها، تكون عالية، ويظن ذلك الإنسان أنه حريص وغيره مقصر. وفي الحقيقة لم يكن إلا صاحب شخصية قلقة لم يستطع أن يديرها، ففاضت على غيره. كيف يتعامل الإنسان القلق مع نفسه؟ يجب أن ينطلق من ماذا؟ من الحواس إلى الإحساس. أنت أيها القلق، لاعبا كنت، مدربا أو غيره، انطلق مما ترى أو مما تسمع أو مما تلمس. لا تقل أحس أن هذا اللاعب لا يحبني، أحس أن مدير النادي لا يقدرني، أحس أن المدرب لا يريدني. اترك الأحاسيس ولا تنطلق إلا من الحواس. سمعت أذنك من المدرب أني لا أريدك، اعتمد هذا. رأيت بعينك خطابا أو غيره، اعتمد هذا. أم غير ذلك فلا تعتمد شيئا مطلقا، فإنك تعيش بسماتك الشخصية التي ربما تدهور مكانتك الرياضية. هذا الإنسان الحساس حينما يكون مدربا يكون متوترا جدا، فتجده يقف ماذا؟ بجانب الخط دائما مشدودا ذلك الإنسان، ويكون مشدودا أيما شد، ولذلك يتوتر، ثم يبث التوتر في نفوس لاعبيه. ولذلك كان لزاما على مدير النادي أن يفطن لهذه، لأن درجة القلق كلما ارتفعت لدى اللاعبين التي أتت من ماذا؟ من ذلك المدرب القلق، ستقلل من آدائهم. فالفطنة لذلك مطلب الرياضي حتى يحقق أعلى درجات النصر في البيئة الرياضية. إذن حديثنا عن الشخصية القلقة في البيئة الرياضية، أيا كان ذلك الإنسان القلق، قلنا إذا كان المدرب سيبث القلق في اللاعبين، ولذلك يتوترون جدا. فإذا اللاعب أضاع فرصة معينة، وإذا بذلك المدرب يصرخ من الخارج، فيبدأ اللاعب ماذا؟ يخاف أن يهجم. لماذا؟ لأنه قد يضيع فيغضب ذلك المدرب. ولذلك ما الذي يفعلون أولئك اللاعبون؟ يتحركون في منطقة الوسط، لأن ليس فيها أنه أتى بهدف أو أضاع هدف. لماذا؟ لأنه إذا أقبل على الهدف ربما يفقده، ولذلك يأتي العتاب فيزداد القلق والتوتر ويقل الأداء، ثم يصبح العتاب بدرجة أكبر. على مدير النادي إن كان المدرب بهذه الطريقة أن يتجه إليه بالتوجيه. أحيانا تكون الشخصية القلقة تصل إلى مستوى المرض، فكان لزاما أن يتناول شيئا من العقاقير الطبية. نعم، شيئا من العقاقير الطبية، كنت لاعبا أو ربما مدربا أو حتى رئيس نادي. ولذلك تجد بعض رؤساء الأندية حينما يخرج ويدلي بتصريح، وتجده متوتر جدا، يظن أن ذلك انتماء للنادي وحماسا للنادي. لا يا سيدي، هذا جزء من اضطراب نفسي ربما كان سمة،
ربما كان مرضا لم تفطن له. أرجوكم لا تقولوا أن طارق الآن يجعل كل الرياضة أمراضا نفسية، لا، قدمت وصفا محددا لحالة معينة، إن كانت يسيرة فهي مجرد سمة لذلك الإنسان، وإن كانت شديدة فربما كانت اضطرابا، ففي مصلحة ذلك النادي أن يتم علاج ذلك المدرب أو مدير النادي أو حتى ذلك اللاعب. الشخصية القلقة حينما توجد عند الآخر كيف أديرها؟ أنا تكلمنا كيف أدير ذاتي، كيف أدير الآخر؟ حينما اللاعب سريع التوتر من زملائي، هذا اللاعب يحتاج التطمين، أضاع كرة لا يهمك تجيب 10 بعدها، لماذا؟ لأني أتجه إلى هذا اللاعب بشخصيته القلقة، فأي توجيه مني ربما يزيد قلقه فيقل أداءه، وإذا قل أداءه فإن أدائي أنا كزميل مهاجم رديف له سيقل أيضا. إذن إدارة زملائي أنا أيها الهادئ يساعد بماذا؟ برفع مستوى الفريق، تطمينهم. ولذلك القلق حينما يصاب أو أحد يعرقل تجده يتوتر جدا ويقوم يخانق، لماذا؟ لأنه قلق الشخصية، ولذلك إدارته لانفعالاته تكون أقل، وإدارته لغضبه يكون أقل. وسأفرد حلقات للحديث عن الانفعالات والغضب كيف نديرها ونتعلم إدارتها في ذواتنا وفي أنفسنا. الشخصية القلقة ربما إذا كان فيها ربما قلقا زائدا ربما تنشره على من حولها، ولذلك إذا كان في الفريق شخص ناقص الثقة يلعب بجوار اللاعب ذلك اللاعب صاحب الشخصية القلقة، فإن نقص الثقة يزداد جدا، لماذا؟ لأن هذا ينتقد جدا، فناقص الثقة هو خلقة ناقص الثقة، فكلما انتقد أكثر كلما توتر أكثر وكلما ضعفت نفسه أكثر وكلما قل أداؤه. فإذا كان الفريق شخصية غير واثقة وشخصية قلقة وآخر حدي، ضاع ذلك الفريق، لأن مدربا أو مديرا للنادي لم يدرك المفاهيم النفسية للرياضة، وظن أن الرياضة مجرد الجري بين هذه الأركان، ولم تكن كذلك في الحقيقة.